شوف، أول شيء قانون هيئة مكافحة الفساد تم إبطاله، تم إبطاله لأنه أساساً مخالف للدستور، لأنه صدر في مرسوم ضرورة حال المراسم الضرورة اللي تم إبطالها من خلال المحكمة الدستورية واللي قمنا إحنا في إبطاله. المرحلة الثانية بعد ما تم إبطاله ويوعد لهم مجلس قلت لهم يا جماعة الخير انتبهوا، ترى هذا القانون نفسه في مثالب دستورية كثيرة، من هذه المثالب أنه لا يجوز لأعضاء السلطة القضائية تحديدا أن يكونون من ضمن الأشخاص اللي يعني يخضعون لهيئة مكافحة الفساد باعتبارات كثيرة. منها أول اعتبار كون أن هيئة مكافحة الفساد تتبع السلطة التنفيذية من الواضح، لأن المسؤول مالها هو وزير العدل ومسؤولة هو رئيس مجلس وزراء، وبالتالي هي ليست جهة مستقلة. الجانب الثاني منها إذا أساسا أسسنا هذا الموضوع على مبدأ استغلالية كل سلطة عن الأخرى باعتبارنا هذه السلطة القضائية بروحها محصنة بشكل معين، الجانب الثاني أنه القضاء بحد ذاته لهم حصانة، وبالتالي كون أنهم يقدمون اللي هي ذمتهم المالية، وأنا أقول ذمتهم المالية يجب أن تقدم إلى رئيس مجلس القضاء إذا كان لابد، لأنهم من الأصل والأصل في تعيينهم هم مؤتمنين على الأحكام وعلى الأعراض، وبالتالي هم مؤتمنين. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد أعضاء السلطة القضائية عليه شبهة ولا غيره، لا، احنا ما نتكلم عن هالجزئية، نتكلم عن جزئية مختلفة تماما. أعضاء السلطة التنفيذ القضائية اللي هم القضاة ووكلاء النيابة يخضعون لرجل عادي يستطيع من خلال مقدم بلاغ، وهذا المقدم البلاغ شوف يحمي القانون باعتبار أنه هو يحمي المبلغ ويخفيه فما يبين، هذا بعد ما يقدم البلاغ يستطيع أي موظف من الموظفين الموجودين هناك أن بالتوكيل اللي عنده يدخل على حسابات القضاة، وبالتالي أصبح هناك خرق دون أن ترفع الحصانة عنهم. شوف الفرق، دون أن ترفع الحصانة وبعد ما يتأكدون وبعد ما يدخلون في هذا الجو، بعدين إذا تأكدوا أن هذا أعضاء السلطة القضائية عليه مثلب أو مخالفة أحالوه إلى النيابة العامة ومن ثم ترفع الحصانة. يعني شوف شلون موظف عادي يستطيع أن يدخل على كل هذا ولو كان بالقانون، فهذه فيها مخالفة دستورية شاسعة. الجانب الآخر من هيئة مكافحة الفساد، اليوم كلنا نعلم أن هناك خلافات بين الهيئة مكافحة الفساد، الرئيس ونائب الرئيس ضد الخمسة اللي موجودين، وبالتالي هناك الخلاف في الهيئة في إدارة الهيئة أصبح شغل الشاغل للدولة. أنا أعتقد أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون حذر في هذه المسألة، كون أن إذا بكرة الصبح تم مثلا إغالتهم على سبيل المثال والقانون لا يجوز إغالتهم، وعيل شلون معناته أنه مستغل هيئة مستغلة ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يغيلهم، في مشكلة ها؟ لكن خلنا نفترض أنه أقالهم وعلى المتضرر لجوء للقضاء وراحوا لجأوا للقضاء، لا هم موجودين ولا مدير الهيئة موجود اللي هو الرميحي اللي شالوه ولا الموظفين مسكنين، لأن لم تصدر لائحة تنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، وبالتالي أي شخص يتقدم بذمة المالية أو يتقدم ببلاغ لموظف غير مختص، بالتالي أصبح هذا البلاغ أو هذه الذمة المالية مقدمة من غير وجه حق ومعرضة للبطلان في المستقبل. بلى، لها معنى، لها معنى أنك تطبق عليه القانون، بس القانون معرض للبطلان، وبالتالي يجب عليهم التريث. لا، ما في موظف مختص. بعطيك مثل، اليوم انت لو سويت وكالة عند موثق بالوزارة العدل لم يحلف اليمين، اصبح هذه الوكالة معرضة للبطلان وكل الاجراءات اللي تمت على هذه الوكالة باطلة بطلانا مطلقا، لان هذا الموظف غير مختص لانه ما حلف اليمين. هذول الموظفين اللي موجودين الآن لم يشكل لهم هيكل تنظيمي، وبالتالي وجودهم غير يعني غير منظم التنظيم القانوني. هذا الجانب الأول. بعدين تعال، من اللي راح يأمن على سرية البلاغات ومن اللي يأمن على سرية هذه
الغرارات الذمة المالية اللي راح تقدم من رجالات الدولة كلهم في مشكلة حقيقية يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يعيها وعلى وزير العدل أن يدقق عليها قبل أن يتخذون أي إجراء من شأنه أن يعني يبطل كل هذه العمليات ونرجع من يده ويديد على نفس الموال. أنا أعتقد هناك طعن سيتقدم لرجال القضاء حسب ما سمعنا وندري عنه، وهذا أنا أشرت فيه في مذكرتي الأولى في الطعن الأول. أما الآن فهي مستحقة، الهيئة معرضة كلها للبطلان، لا نزيد الطين بلة ونشيل الهيئة اللي هم المدراء وتصبح الهيئة بشكل يعني غير منسجم معنا. لا، الهيئة مو هي والعدم سواء، هي تشكيلها تشكيل قانوني فقط، إنما الإجراءات اللي داخلها تقريبا ولا شيء قانوني. فبالتالي الإجراءات اللي قاعد تنفذ داخل هيئة مكافحة الفساد معرضة للبطلان، كون إن الإجراءات قاعد تمشي بطريقة خطأ. الرئيس يعني هو صاحب القرار الأول والأخير في حفظ البلاغات وهذا ما يجوز. الشيء الثاني أن ما في موظفين مختصين. الشيء الرابع أن هناك خلاف بينهم، الخلاف قد يوصل إلى مرحلة وصلناها الآن، شكلوا لهم لجنة تقصي حقائق وفي لجنة ثانية تقصي حقائق موجودة في لجنة الأموال العامة. إذن هناك مشاكل في داخل هذه الهيئة. أنا لذلك في فترة من فترات قدمت تغريدة وقلت يجب على الجميع التريث في تقديم بلاغاتهم، لأنها راح تقدم بشكل غير مهني، وبالتالي تقديمها بشكل غير مهني يعطيها إبطال في نهاية المطاف. أي بلاغ يتقدم الآن وهيئة مكافحة الفساد يستلم موظف غير مختص دون وجود هيكل تنظيمي يعرض هذه البلاغات للإبطال قولا واحدا، حتى لو أخذ فيها حكم في أمام محكمة أول درجة. والاستئناف أخشى أن بالتمييز يلغي له كل الأحكام هذه، لأن تقديم البلاغ كان بإجراء باطل، وبالتالي يضيع المجرمين من العقوبة ويضيعهم من العقوبة فيتهربوا من العقوبة، وتكون هذه المسافة مرة تقادم على تقديم البلاغات الحقيقية بالشكل الصحيح. شوف، عندنا أحد الأشخاص من مكتبنا قدم بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد، وهو يقدم البلاغ رجع إلى دوامه أحاله إلى الأرشيف. شوف يعني، ولما حوله قالوا لأن دام أنك تقدم البلاغ راح نشيلك، لكن هو باعترافه في التحقيق قال أنا ما يعني تهديد رسمي، إنما فعلا التهديد اللي يعني هو تهديد ضمني بأن أنا شالولي اليوم رح تقدمت البلاغ، اليوم رجعت دوامي، اليوم قالوا لي هذا قرار نقلك إلى الأرشيف. هو موظف فاضل كان هدفه هو أن يقدم بلاغ ذو طابع قانوني حفاظا على المال العام. أنا أعتقد أن يوقفون العمل بهذا القانون فترة بسيطة، والفترة البسيطة يعيدون صياغة القانون، يطلعون لائحة تنفيذية بالشكل المناسب واللي ينسجم مع القانون نفسه، وفي نفس الوقت يعدلون المثالب الموجودة في القانون، وفي نفس الوقت يرممون الخلافات اللي موجودة في المدراء المسؤولين على هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تسكين الموظفين الموجودين بوجود هيكل تنظيمي. غير هذا الكلام كل يومين راح يكون عندنا إبطال على هذه الهيئة، وكأن فيها سحر.